يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انتوا عارفين ان احنا ما بنرميش اي حاجه بتبوظ عندنا او بتفضى، يعني في علبه الشاور ديت فضيت، بدل ما ارميها هعمل بيها فكره تحفه كده جميله. هعمل منها فازه بعجينه الورق وارسم عليها رسومات كده من فوق بارزه، وهتبقى تحفه باذن الله. دلوقتي انا جبت اهي، هشيل ديت بقى كده وهحاول اقطعها هو بالقطر من فوق. هخلصها كده وارجع لكم. عجينة الورقة اهي يا بنات، جبتها وبحطها، مش محتاجة ان انا احط غيرها من تحت، يعني لان هي كلها غيرها. عجينة الورق دي بتبقى جميلة قوي في كراتين البيض. انا عاملاها بكرتونة بيض يا بنات، رحت جاية مقطعاها قطع صغيرة وحط عليها مية سخنة من بالليل، والصبح رحت حطها بقى في الخلاط. وطبعا لما بحطها في الخلاط لازم ازود المية علشان الخلاط بتاعي ما يجرالوش اي حاجة. بزود مية كده في الشفشة يا بنات، وبضربها في الخلاط، وبعد كده بحطها في المصفى وبصفيها جدا، بصفيها خالص يعني من اي مية فيها. وبعد كده بحط عليها بقى الغيرة، وهي دي عجينة الورق يا حبايبي، ما فيهاش اي حاجة يعني، جميلة جدا. وانتي بتعملي اي حاجة بعجينة الورق لازم تجيبي جنبك مية علشان تحاولي ان انت تساوي كده وتنعمي العجينه بايديك. هعملها كلها كده بعجينه الورق كده، وبعد كده يا حبايبي هنعمل عليها اشكال بارزه، رسومات بارزه كده تخليها تحفه تحفه كده باذن الله. عشان ما اطولش عليكي برضو، انا هعملها كلها كده بالعجينه زي ما انت شفتيني كده، وهرجع لكم مره تانيه. عملتها خالص اهو يا بنات وخلصتها، وبعدين بعمل كور بقى كده عشان عايزة اعمل عنقود عنب يكون بارز كده وجميل. وهنشوف هنعمل ايه برضو في الجناب. بتحطي كده مية كده عشان تسهلك وتخلي الحاجة ناعمة وحلوة. وهنحطه بقى هو دلوقتي. انا عاملة كذا حاجة، كذا كورة اهي يا بنات، بحطها كده. الاخر هرجع اساوي دي تاني برضه، نعمله عنقود عنب جميل كده يعجبكم ان شاء الله. نعمل عنقود عنب جميل زي حبايبي الحلوين. هي منتهى البساطة والسهولة يا بنات، يعني مفيش حاجة صعبة، كل حاجة سهلة بإذن الله. وهو بيلزق من نفسه يعني حبايبي، لأن طبعا احنا عجنين الورق بالورق فبيلزق من نفسه كده. برصصه كله كده فوق بعضه، وبعد كده اعمله كده، اعمل عليه بالماء برده من فوق على اساس بيدوله معلومه برده. الصف يعني انا بعمل بالتدريج يا بنات، بعمل بالتدريج 1 2 3 4 5 لفوق 6 كده، بس ما اشوف يكفي ولا ايه بقى. يا حبيبي
عايزه اكمله كمان، هكمله كمان. وعملت يعني برمت حته عجينه كده اهو يا بنات عشان اعملها كده. شوفوا ايديا جت عليها عملت ايه. عموما اي حاجه بتتلخبط احنا بنساوي. انا بقى فنط اهيت، وهاخد بقى برضو علشان اعمل الورق بتاع الشجر. باخد قطعة كده اهو يا حبايبي، طب الافضل ان انا اجيب ورقة شجر حقيقية واطبع عليها افضل. حطيت حتة عجينة على الورقة اهي يا بنات، لازم يكون معايا اسطمبة كده علشان اعمل عليها الورقة كده تبقى حلوة يعني مستوية وحلوة. الورقة تحت وحطيت عليها وبسواها خالص وبعملها اهوت، وبعدين هطلعها كده، هطلعها بقى كده من الورقة الأصلية. شوفوا بتديني نفس المنظر ازاي يا حبيبي، منظر جميل. ايوه هحطها كده، وطبعا هديها بقى التأثيرات بتاعتها وانا حطها كده. عود من اعواد الشوي يا بنات، عود كبريت، يعني اي حاجة، ما فيش حاجة هتعطلنا ان شاء الله. وبقوم جايبة كده وعاملة التأثيرات بتاع الورقة اهي. بحس ان الخط اللي في الوسط كده اهو. بعمل على هو تأثيرات الوردة، تأثيرات الورقة، ورقة الشجر يعني. برجع عيد على تاني، لو لقيت اختفت اللي هي الحاجات اللي انا عملتها برجع عيد على تاني، يعني امر سهل مفيش اي حاجة. ودي ورقة جميلة اهيت، وهعمل بقى ورقة تانية اهي يا بنات. الورقة اهي، بس ما بجيبهاش من وشها، بجيبها من ظهرها كده، وهقوم حاطة عليها ايه قطعة عجينة الورق اهي. واحاول بقى لو مثلا لقيت قطعة الورق دي كبيرة احاول اصغرها، يعني بعمل المقاس كده بالمظبوط. وبالمية برضو بحاول ان انا اعملها كده من فوق عشان اسويها. اليمة التانية برضو هي بسويها كده بايديا. ولو محتاجة ان انا احط حتة عجينة ورق تاني برضو بحطها عادي، لان ساعات بيبقى فيه حتة تخينة وحتة رفيعة، فانا بحاول ان انا اديها الكيرف بتاعها يعني كده. وهي بقت حلوة اهي، هطلعها بقى من ورقة الشجر بتاعتها اهي، هطلعها منها بالراحة كده عشان بتبقى لازقة اهي حبايبي. وطبعا هسويها بقى برضو، هسويها وانا بحطها كده اهي. بحاول كده انعمها واسويها كده
برضو بعود الشوي اهو يا حبايبي بحسن عليها خالص اهو، واحاول اديها بقى ايه التأثيرات بتاعتها الجميلة دي. اتعملت مني شوية، بحاول برضو اعدل اي حاجة بتعمل مني بحاول برضو اعدلها يعني كده واسويها. بحاول اسويها من فوق يا بنات كده اهي، عنقود العنب اهو جميل فوق الرائع اهو، بس طبعا مش هيبان دلوقتي، مفيش حاجة بتبان يا بنات دلوقتي، الآخر خالص هيبان جمالها بإذن الله. هحاول أعمل بقى حاجات كده من الجميل يا حبيبي. هحاول أعمل تأثيرات كده من الجميل. اي تأثيرات بقى عايزة تعملي مثلا رسمة تانية ماشي، عايزة تعملي تأثير عادي زي اللي انا بعمله كده ماشي، ليه عجبكم يعني. لازم احط العصاية في المية عشان ما يلزقش فيها وعشان تديني تأثير افضل. لو في اي حاجة كده ولا كده بقدر احاول اعملها الان اهي. وهرجع اعمل بقى اليمنى دي برضو اعمل لها التأثير بتاعها كده. انا بعمل يا بنات اي حاجة من دماغي كده، وطبعا انتوا بقى افكاركوا اجمل بكتير من افكاري وهتعملوا حاجات روعه. هي بتلزق دلوقتي كمان لسه ما قايت، وديت انا عايزه بقى ايه مش عارفه، انا عايزه اكبرها كده شويه، عايزه اكبر التأثير بتاعها كده شويه اللي انا بعمله من هنا، لان الحته ديت كبيره عن الجزء الثاني اللي انا عملته، فانا هكبر دي كده. يا بنات اهو هيبقى بالمنظر ده كده، الحتة دي اتمسحت تقريبا، وانا هرجع اعملها دي. كده شكلها النهائي بقى اهو يا بنات، شكلها النهائي كده طبعا، ولسه ما تنشف هرجع لكم مرة تانية، وبعد ما تنشف ان شاء الله هندهنها ونشوف منظرها النهائي، هتبقى تحفة بإذن الله. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما الفازة بتاعتنا اللي احنا عملناها بعجينة الورق نشفت خالص، بصوا بقت زي الحديد اهي ونشفت خالص.
هحاول بقى ان انا ايه، جبت بلاستيك ابيض كنت جايبه من فترة كبيرة، يعني من اول ما فتحت القناة بقالي 4 شهور، فجايبه من ساعتها وعملت بيه تقريبا الاعمال كلها، فقرب يخلص. هحط بقى، انا هعمله نظام تعتيق يا حبايبي، هتبقى فازة جميلة قوي. هحط نقطة من اللون الاسمر دي، هحط نقطة بس صغيرة كده لان اللون الاسمر بيبقى غالب على اي لون يعني. المفروض انا كل مرة بنسى بقى الخطوة دي، المفروض ان انا ارجع قوي كده عشان يجيب كل اللون اللي فيه. وبعدين احط كده، احط نقطة احاول اضرب اللون ده، احط كمان اضرب اللون اول ده، ودي واحده وندهن بقى الفصل. عايزه ادخل اللون بقى في كل الثنائيه كده، مش عايزه اخلي حته فاضيه خالص. هو التاني لون رصاصي، وانا بصراحه ما انا مش عايزه اللون الاسمر قوي يعني، فاللون الرصاصي كده بيبقى لون هادي وجميل. طيب يا بنات، انا هحاول ادهنها كلها عشان وقتكم، وارجع لكم تاني يا حبيبتي. دي بنات بعد ما دهنتها خالص خليتها لون رصاصي كده جميل، وعملتها من كل الجوانب يعني، حتى عملتها من جوه برضو. هخليها بس يا دوبك نص ساعة تنشف في الشمس، وبعد كده هنرجع نعمل لها تعتيق كده باللون الذهبي، هيبان جمالها بقى كده بإذن الله. نشفت اهي، رجعت لكم تاني يا بنات. بعد ما نشفت خالص اهيت، بس انا نسيت اقول لكم ان انا زودت لها ورقه شجر من فوق اهيت، زودت الورقه اللي في النص دي، حسيت انها حلوه. وعملت برضو ورده اهيت من الجنب، هتبان بقى في المحطه على الذهب. وعملت ورده صغيره برضو من هنا اهي، هعمل عليها اللون الذهبي بقى. اللون الذهبي دي يا بنات بنجيبه من عند الموال، ممكن تجيبي بقى دي لون نحاسي مد الذهبي يعني، ممكن تجيبي ب5 جنيه، تجيبي ب10 جنيه، تجيبي زي ما انت عايزه. احاول ان انا بقى ايه، بحب قوي اللون الذهبي ده، بيدي جمال ورونق كده وحاجه حلوه. احاول بقى اديها نظام تعتيق كده عليها كلها يعني، وبرضو يا بنات علشان وقتكم، وهعملها وارجع لكم تاني. اهي الفازة بتاعتنا يا بنات بعد ما خلصناها، شوفوا جميلة ازاي، عاملة زي ما تكون كده حاجة ذهبي يعني، معدن. شكلها رائع، جميلة اوي. اتأملوا فيها كده وشوفوا روعتها، هتشجعكم ان انتوا تعملوا حاجات جميلة. وشوفوا ايه يا بنات، يعني من كرتونة بيض عملنا عجينة ورق وعلبة شامبو، عملنا منها التحفة الجميلة قوي دي. ولو عجبكم الفيديو بقى يا حبايبي، اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم ويستفادوا من الفكرة البسيطة الجميلة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا حبايبي، باي، مع السلامة.
عليه بالفاصل بقت تحفه، عامله زي ما تكون تحفه اثريه كده جميله. والورد اللي فيها عاملينه من كرتونة البيض مع بعض برضو، والترابيزة هي بنات اللي احنا عملناها مع بعض من عجينة الورق، عجينة كراتين البيض برضو. يعني الثلاث حاجات دول احنا عاملينهم مع بعض على القناة، واللي يشوفهم والله يفتكرنا شاريينهم، يعني يشتروهم جاهزين، شكلهم قيم جدا بسم الله ما شاء الله في الحقيقة بصراحة جمال قوي. ما اعرفش بقى التصوير مش مديهم حقهم ولا ايه. ولو عجبتكم الفازة بقى يا بنات اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل اكتر عدد من اصحابكم ويستفادوا من الفكرة البسيطة الجميلة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا حبايبي، مع السلامة.